يبقى كام؟ 1 و14، فهنقول مالتي لاين، هناخد فروم، هنزل من ده 1 و14. خلي بالك انا لما بدوس فروم بدوس على النقطة اللي انا هاخد منها الفروم، كليك شمال وبتوجه، وبعدين بكتب البعد اللي انا همشي منه النقطة. تمام. طيب طيب تعالى نشوف هو بيبعد كام في الاتجاه ده. نقول مالتي لاين، هناخد البعد ده من ما بين البعدين دولت، الحتة دي والحتة دي، كام بقى؟ واحد اتنين وتسعين. المفروض ان انت هتيجي هتقول له خد لي من النقطة اللي هي ايه، النقطة اللي هي دي ميد بتوين تو بوينت ما بين دي ودي كده، واحد كام؟ 1.92. وهتطلع من هنا تقفل بده كده. تمام كده احنا ايه نعتبر خلصت. فاضل ايه؟ طبعا المالتي لاين بيبقى بلوك، فاحنا بنعوز ان احنا نفجره. تعالى بقى ناخد امر مهم قوي في ايه، في اللير 2 دلوقتي يا باشمهندس. انت عشان تفجر حاجه زي دي مش هتقعد تختار ده وتختار ده وتقعد تختار ده كده وده كده، لا انت مش فاضي. في نفس الوقت مش هتعرف تختار كده على طول مره واحده، لان الاكسات والدايمنشن هيدخلوا معاك. طب في حاجه اسرع اقول لك؟ اه، في هنا حاجه هنا ايه اسمها لير ايزوليت. لو اخترتها اول مره تستخدمها هتيجي هنا على السيتنج، تدوس سيتنج هتلاقيها معموله لوك اند فيد، اعملها اوف واختار اوف من هنا برضو. تمام، فهتدوس لير ايزوليت، هتيجي هنا هتختار الحاجة اللي انت عايزها بس تفضل في الشاشة، وتدوس انتر كل حاجة هتختفي ما عدا ايه الحاجة اللي انت عاوزها. هتروح مختار ده وهتقول له اكسبلود اللي هو اكس انتر، كل حاجة بقت زي ما هي. طب ارجع الباقي ازاي يا باشمهندس؟ ندوس لير بريفيوس، ولو دوست لير بريفيوس والحاجة ما رجعتش من اول مرة دوس تاني هتلاقيهم رجعوا. افضل دوس يعني لحد ما الحاجة ترجع. طب انا ليه فجرت؟ عشان ابدأ اقصقص. يعني مبدئيا تعالى ده مانوال، مبدئيا ده مانوال هيبقى عامل كده، ومن هنا هيبقى عامل كده. طيب وفين ايه التاني؟ هنا مانوال برضه. طب وهنا مانوال برضه. طيب في مناول تانية أو حاجة؟ لأ، ده مكان السلم. طيب لو لاحظنا هنلاقي إن الحتة دي كده معمول لها ترم، هنبقى نركب البيبان ونعمل ترمات دلوقتي. احنا عايزين نمسح بس الخطوط الزيادة. يعني ايه خطوط زيادة؟ يعني خط زي ده كده عايزين نمسحه. نعمل تي ار انتر انتر، حدد ده. تمام، نقصه من هنا كده. طيب في هنا هيبقى في هنا عمود اساسي. طيب في ايه تاني ممكن يتقص؟ اللي هنا دول. في ايه تاني؟ ده برضو مش موجود. كنترول زد عشان بس كنا مسحنا الاكس بالغلط. طب لو احنا مش عايزين الاكسات تتمسح معانا بالغلط نعمل ايه؟ اكيد هنعمل لير لوك للاكسات عشان لما نيجي نعمل اي امر ما يبوظليش الاكسات بتاعته. طب في ايه تاني؟ في ان احنا مفيش حاجة هنا صح؟ هنقص ده وده. وايه تاني؟ كذلك اللي هنا دول، ده مش هينفع يتقص. عارفين ليه؟ لان مفيش خط مكمل فيه. فاحنا ممكن ناخد ده من هنا وننقله ايه، ننقله هنا كده يعني.
طيب ايه تاني؟ ممكن نرسم البلكونة دي برضو، ناخد ال دايمنشن من اول الحيطة لحد ما بين الاتنين دول، بعدين نقول له ماتش بروبرتيز، بدل ما نقعد كل شوية ندوس على كليكتين. قال لك كام؟ 1.6. طيب تعال نقول له دايمنشن ونقيس من اول سنترها، ننزل كام؟ ميد بتوين تو بوينت، مثلا بين النقطة دي والنقطة دي، هيقوم جايب لك النص بالظبط برضه. هتقول له ماتش بروبرتيز، تختار دي، بعدين هتحدد دي كده يبقى كام؟ 94%. طيب وبعدين هنقيس من ما بين النقطتين دولت حد ما بين النقطتين دولت، هيديك كام؟ ماتش بروبرتيز 8.25. فهتيجي هتعمل ايه بقى انت يا باشمهندس؟ هتقول له مالتي لاين عادي خالص، وهتاخد من النقطة دي كده فروم، وهتقوم ماشي منها كام؟ 1.6%، 1.6%، هتنزل منها كام؟ 94%، هتمشي كده كام؟ 8.25. هتطلع لفوق كام؟ هتقفلها بقى لفوق، صح كده هندسة؟ تختار ده وتعمل له اكسبلود عشان لو انت عايز تعدل فيه اي حاجة. ده يعتبر البلان بتاعنا هو هندسة خالص. طيب الأعمدة هتروح جاي كاتب ريكتانجل، هتدوس هنا كليك شمال، تقول له دايمنشن، خليكم مثلا العمود اللي احنا هنعمله 30 في 60 اللي هو ده، هنختاره، هنديله لير الكولوم، وبعدين هنيجي بعد كده هنعمل هاتش، اتش انتر، بعدين هنختار من هنا هاتش الخرسانات، وهتقول له اد بيج بوينت. طبعا السكيل صغير فاحنا ممكن نخليه مثلا 2 ونشوف، لسه صغير. طيب خلينا نخليه مثلا 10 ونشوف برضو. طيب خلينا نخليه مثلا اي حاجة، مثلا 100، تمام. فاحنا ممكن نخليه مثلا نص برضو، نفس الكلام. طيب 2 من 100، تمام كده مظبوط، تمام كده اتظبط. هتقول له اوكي، ادي العمود بتاعنا، هتاخده كوبي، هتحط العمود بقى فين؟ عندك عمود هنا اهو، في عمودة تانية، في واحد كمان هنا، هتلقط اللقطة دي وتمتد كده وتقف هنا.